بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم. كان الحديث في ان الاجماع المنقول له ثلاث طرق لبيان حجيته وان البيانات الثلاث الطرق الثلاث كلها مبتلت بمشاكل طريق الاجماع الدخولي، طريق اللطف، طريق الحدس وكان الحديث في طريق الحدس وان الحدس له ثلاث طرق ثلاث مناشئ لحصول الحدس، الحدس اللي هو حجه على صاحبه صاحبه ليس مبتدعا صاحبه ليس مدعيا بالباطل. لا هو معتقد بذلك ولكن هذا اعتقاده مع عدالته وثاقته حرصه عدا يعني قبولنا لقوله ممن يقبل قوله في الاخبارات هو من هذا النوع نقول من اين حصل له الحدس؟ ما هو منشا الحدس عنده؟ له ثلاث مناشئ قدم للثالث ثم الثاني ثم الاول. الثالث ان يكون من مقدمات اجتهاديه مقدمات قد نتفق معه فيها وقد نختلف وهذا الحاز ليس بحجه ما ثبت من حجيه اخبار الثقه حجيه هذا النوع من الحادثيات النوع الثاني انه حصل له من مقدمات ليست اجتهاديه بحيث له الحق في ان يحصل عنده هكذا علم، ولكن ليس بالضروره ان كل من حل محله حصل عنده هذا علم هكذا علم، قد يحصل لشخص لا يحصل لشخص اخر. هذا تابع للافراد. تختلف الناس فيما بينها. البعض قد يسمع من كلمه من شخص يحصل عنده يقين، الثاني ما يحصل عنده يقين. لا الاول يلام لا الثاني يلام. ولكن بالنتيجه ما نستطيع انه يقين الأول نحمله على الثاني وهذا ليس بحجة الطريق الأخير اللي هو ذكره أولا وهو أنه يكون الحدس حاصلا من مقدمات حسية لو حصلت لكل أحد لا آمن واعتقد وحصل له الانتقال وحصل له العلم ولكن أن لنا هذا حجة في نفسه ولكن أن لنا أن نعلم أن هذا الإجماع المنقول قد حصل العلم لناقله من هذا الطريق هنا جاء قول يقول أنه الظاهر من قول الشخص إجماعا يعني إجماع الكل وإجماع الكل هو من هذا القبيل فإذا أنت تقول أنه هذه الإخبارات عن القول المعصوم عن طريق هذا الإجماع الحدسي فهذا إخبار حجة وإن قلت لا أنه هو ينقل لك فقط إجماع الكل أنت خلي يصير عندك الحدس وأنت راح يصير عندك الحدث فهو حجة أيضا ثم ينقل كلام المرحوم السيد الكاظمي على الله مقامه اللي هو شبيه بهذا المضمون ثم يناقش نبقى مع كلام السيد الكاظمي خطوة بخطوة يذكر شيئا يعترض عليه يجيب عن الاعتراض يعترض مره اخرى يبين عدم صحه هذا الاعتراض وهكذا وقد اشار الى هذين يعني الوجهين بعض الساده الاجله اللي هو المرحوم السيد محسن الاعرجي الكاظمي في شرحه على الوافي عنده شرح اسمه الوافي في شرح الوافي الوافي كتاب في الاصول للمرحوم الفاضل التوني شرحه ولكن هذا الكتاب مخطوط للاسف ما توفر عندي حتى بحثت عنه في الانترنت ما وجدت نسخه منشوره منه حتى اراجع بنفسي كلماته ما تمكنت من مراجعته. فانه قدس سره لما اعترض على نفسه بان المعتبر من الاخبار ما استند الى احدى الحواس والمخبر بالاجماع انما رجع الى بذل الجهد، هنا جاي بين الاعتراف انه الاخبار اللي هو حجه الاخبار الحسي عندما يقول طلعت الشمس زالت الشمس رايت الهلال الى اخره هذه الاخبارات الحسيه حجه، والانتقال من اخبار جماعه إلى قول المعصوم هذا انتقال حدسي فليس بحجة، ذكر هذا الاعتراض والمخبر بالاجماع انما رجع إلى بذل الجهد هذا الانتقال من إجماع جماعة إلى قول المعصوم هذا من خلال بذل الجهد هذا استنباطي هذا اجتهادي والإخبار عن اجتهاديات ليس بحجة، ذكر هذا الاعتراض ومجرد الشك اننا نشك ان الطريقه في هذا الحدس، المنشأ لهذا الحدس، هل هو من النوع الاول الذي هو حجه؟ او النوع الثاني الذي ليس بحجه، او النوع الثالث الذي ليس بحجه، مجرد الشك في ان الطريق حجه او ليس بحجه مساوق لعدم الحجيه، ومجرد الشك في دخول مثل ذلك في الخبر انه هل هو من النوع الاول؟ اللي هو الكل يقبلوه ويعتبروه خبر اصلا عندما يخبر عن شجاعه زيد والحال انه ما شاهد الشجاعه شاهد القتال، شاهد الصمود، شاهد الصلابه المحسوسه خارجا يعني الامور المواقف المحسوسه خارجا هو شاهده ولكنه يخبرنا بالشجاعه، يخبرنا بالكرم، يخبرنا بالعداله وكلهم قبلوا هذا ولكن هل هو من هذا النوع او ليس من هذا النوع؟ ومجرد الشك في دخول ذلك في الخبر يقتضي منعه يقبل الشك في الحجيه يقتضي عدم الحجيه، هل هو من طريق حجه او من طريق ليس بحجه؟ هل هو من الطريق الاول الذي هو حجه؟ او من الطريق الثاني الذي ليس بحجه، او من الطريق الثالث الذي ليس بحجه؟ الشك في الطريق مساوق لعدم الحجيه. ذكر هذا الاعتراض ثم اجاب عنه، اجاب عن ذلك بان المخبر هنا ايضا يرجع الى الحس فيما يخبر عن العلماء، هو بالنتيجه يخبر عن العلماء او لا؟ يقول اتفقوا هذا الجواب عن الاعتراف يقول اتفقوا او ما يقول اتفقوا، هذا اخبار حسي يخبر عن العلماء وان جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة امر اخر، هو بالنتيجة يقدم لك يقدم لك المادة اللي هي اتفاق الفقهاء هاي المادة الخام اللي هي عن حس او ليست عن حس أنا حس. يبقى انه انت خلي يصير عندك من جهه الدخول طبعا هنا مفترض انه ليس دخول خلي يصير عندك قاعده اللطف اذا تبني عليها خلي يصير عندك انت انتقال من اخبار الجماعه الى قول المعصوم هو يخبرك عن اتفاق الجماعه انت خلي يصير عندك الانتقال وان جاء العلم بمقاله المعصوم من مراعاه امر اخر انت حط وضع المقدمه انت اختار الطريق اللي تنتقل من به من اتفاق جماعة إلى قول المعصوم تقول باللطف رتب مقدمة اللطف تقول بالحدس وأنه اتفاق جماعة ما يعقل أنه يتفقون من دون أن يكون هذا مستفادا من المعصوم أنت رتبه وخلي يصير عندك اليقين هو ينقلك الحالة الحسية هو يخبرك باتفاق جماعة وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر يعني مقدمة إضافية هو يضع لك يضع بين يديك اتفاق العلماء انت ضع المقدمه الاضافيه امر اخر كوجوب اللطف وغيره الحادث انت بعد كل بحسبه كل بحسب ما يراه ولكن بعد ذلك اعترض على نفسه اعترض على هذا الجواب ثم اورد بان المدار في حجيه الاجماع على مقاله المعصوم عليه السلام احنا محورية الحجية في الإجماع عندنا هي من قول المعصوم وليس الإجماع بما هو هو قول المعصوم حجة عندنا فهذا المخبر هل يخبرني عن قول المعصوم أو لا؟ يخبرني عن قول المعصوم بطريقة يكون مشمول لحجية خبر الثقة نقبل وإلا فليس بحجة احنا نريد إخبارا عن قول المعصوم هذا الإعتراف ثم اورد بان المدار في حجيه الاجماع على مقاله المعصوم عليه السلام. الاجماع يكشف لي عن مقاله المعصوم او لا يكشف لي عن مقاله المعصوم، نحن ما نريده من الاجماع هو الكشف عن السنه وليس الاجماع بما هو اجماع. فالاخبار انما هو بها ولا يرجع الحس الاخبار عن مقاله المعصوم حدسي او حسي. حدسي لانه هذا ما سمع من المعصوم، كلام ليس في الاجماع الدخولي. فنحن نريد اخبارا حسيا عن مقاله المعصوم وهذا غير حاصل في المقام، انما هو اخبار حدسي، هو اخبار حسي عن اتفاق الجماعه. هذا اخبار حسي عن اتفاق الجماعه واخبار حدسي عن مقالة المعصوم، والمهم عندنا هو مقالة المعصوم، الهدف لنا هو مقالة المعصوم، غرضنا وغايتنا هو مقالة المعصوم، وإخبار الناقل للإجماع عن مقالة المعصوم عن حس أو عن حدس، عن حدس فغير مشمول بأدلة الحجية، لأن أدلة الحجية إنما هي في الحسيات، ثم أورد بأن المدار في حجية الإجماع على مقالة المعصوم فالإخبار عليه السلام فالإخبار إنما هو بها ولا يرجع إلى الحس وإنما هو إلى الحادث إجماع ثم أجاب عن ذلك بجوابين الجواب الأول اللي هو سيرتضي بعد ذلك يقول هو المعتمد عندي فأجاب عن ذلك أولا أنه صحيح إحنا نبحث عن قول المعصوم ضالتنا هي السنه نبحث عن السنه والانتقال من اتفاق الجماعه الى قول المعصوم هذا انتقال حدسي صحيح ولكن اولا هذا انتقال حدسي من الطريق الاول من الشكل الاول اللي هو حجه ومقبول اولا بان مدار الحجيه وان كان ذلك صحيح ولكن استلزام اتفاق كلمه العلماء لمقاله المعصوم عليه السلام معلوم لكل احد لا يحتاج فيه الى النقل. يعني رجع للشكل الاول للطريق الاول اللي هو حجه قل صحيح اتفاق الجماعه حسي مقاله المعصوم حدسيه ولكن الانتقال من الامر الحسي اللي هو اتفاق الجماعه إلى الأمر الحدسي اللي هو مقالة المعصوم عليه السلام هذا الانتقال صحيح انتقال معلوم لكل أحد وهو قريب من الحس وكأنه حس وهو داخل في حجية خبر العادل وخبر الثقة مثل الإخبار عن الشجاعة وعن الكرام وعن العدالة من هالنوع اللي هو النوع الأول هذا الجواب الأول الجواب الثاني هذا نكمل الجواب الأول فأجاب عن ذلك أولا بأن مدار الحجية وإن كان ذلك لكن استلزام اتفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم عليه السلام معلوم كل أحد ولا يحتاج فيه إلى النقل واضح وإنما الغرض عن النقل أو من النقل ثبول الاتفاق فبعد اعتبار خبر الناقل لوثاقته ورجوعه في حكاية الاتفاق إلى الحس كان الاتفاق معلوما ومتى ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم الملازمة الملازمة المعلومة لكل أحد هو إذا نُقل هذا الأمر وثبت هذا الأمر وصحّ هذا الأمر فالإنتقال منه إلى قول المعصوم هذا كل من كل من يعني ثبت في هذا الموقع حلّ في هذا المحل تعرض لهذا الموقف وُجد في هذا المكان كل من كان له هذا الظرف يحصل له هذا الانتقال هذا اولا فهو ينقل لك ينقل لك المادة الخام التي انت ترتب عليها الحالة الحسية هو ينقل لك اتفاق العلماء انت اتفاق العلماء راح يؤدي عندك الى العلم بذلك، وصحيح يقول لك يخبر عن الاجماع والاجماع الانتقال منه الى قول المعصوم انتقال حدسي، ولكنه اذا اخبرك باتفاق الجماعه وهو اخبار عن شيء حسي وهو الاتفاق، يبقى كل واحد يرتب هذه المقدمه طبعا ما راح يصير مشكله. انت تقول سقط حيوان في السائل البركاني. نستجير بالله من غضب الله. سقط حيوان في السائل البركاني، طبعا لا اشاهد الحيوان بعد ذلك. انا شاهدته سقط. هنا الانتقال من السقوط الى الموت هذا انتقال حسى عادة هكذا طبعا لو شاء الله سبحانه وتعالى الله على كل شيء قدير يجعل النار بردا وسلاما عليه هذا ممكن ولكن عادة عادة كل احد ينتقل من هذا السقوط الى الحكم بالموت هذا الانتقال ملازمه عقليه عاديه عادة هكذا مقتضى طبيعه الاشياء وهذا هذا فهو اذا اخبرك بالامر الحسي يبقى الانتقال منه الى الامر الحدسي مشكله ازمه معاناه الجواب كلا كل واحد ينتقل المهم ادى ما عليه نقل لك الاتفاق يبقى الانتقال من الاتفاق الى قول المعصوم هذا يحصل لكل احد هذا الجواب الاول الجواب الثاني وثانيا ان الرجوع في حكايه الاجماع الى نقل مقاله المعصوم عليه السلام لرجوع الناقل في ذلك الى الحس باعتبار ان الاتفاق من اثارها هنا يخبرك صحيح يخبرك عن امر حدسي يقول لك مات الحيوان الفلاني يخبرك يقول لك مات الحيوان الفلاني هو ما شاهد الحيوان الفلاني مات شاهد الحيوان الفلاني يستجير بالله المسكين هذا سقط في 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 السائل البركاني ما شاهد مات شاهد سقوطه فقط ولكن العرف يقبل من المخبري هذا النوع من الحدسيات هذا النوع من الانتقال يقبل العرف يقبل ذلك العرف يجعل هذا الحدس بمقام وبمنزله الحس وكأنه اخبار حسي ويعطيه الحجيه وثانيا ان الرجوع في حكايه الاجماع الى نقل مقاله هو ينقل لك مقاله المعصوم وهو في الواقع ما ما, ما ادرك مقاله المعصوم ليس عنده حس عنده حدس ولكن هذا الحدس منزل منزله الحس إلى نقل مقالة المعصوم عليه السلام لرجوع الناقل في ذلك إلى الحس كيف باعتبار أن الاتفاق من آثارها ولا كلام في اعتبار ذلك في مثل ذلك هذا الانتقال من الأثر وهو اتفاق جماعة إلى المؤثر وهو قول المعصوم قطعا هذا الأثر وهو الاتفاق حاصل من ذلك المؤثر وهو قليل المعصوم فهو شاهد الاثر وانتقل منه الى المؤثر بشكل طبيعي هذا ملحق حدس ولكنه ملحق بالحس والعرف يقبله كما في الاخبار بالايمان والفسق والشجاعه والكرم هذا اخبار عن امور حدسيه هو لم يشاهد العداله ولم يشاهد الفسق ولم يشاهد الكرم ولم يشاهد الشجاعه شاهد الافعال انتقل من الافعال الى المؤثر وهو الشجاعه والكرم والكذا الى الحاله النفسيه انتقل انتقال حدسيه ملازمه عاديه بينهما ولكن العرف يقبل هذا الانتقال فاذا اخبرني هذا الذي حصل عنده يقين أخبرني عن الأمر الحدسي وليس عن الأمر الحسي أخبرني عن الأمر الحدسي اللي هو الشجاعة الكرام الإيمان الفسق العرف يقبل منه هذا الإخبار لأن الانتقال انتقال صحيحة وأنتم تقبلون ذلك أنتم قلتم أنه إذا كان الانتقال من هذا النوع هذا حجة الكبرى صحيحة وغيرها من الملكات وإنما لا يرجع إلى الأخبار في العقليات اللي هي من النوع الثاني ومن النوع الثالث المحضه اللي يكون فيها مقدمات ويكون فيها اجتهادات ويكون فيها مباني يمكن ان نتفق معه فيها ويمكن ان نختلف فانه لا يعول عليها وان جاء بها الف من الثقات يقول مبنانا هذا اسلوبنا هذا اجتهادنا هذا هذا من قبله من عندهم حتى يدرك مثل ما أدركه طبعا انا يصير عندي اجتهاد مثل اجتهادهم وعندي مباني مثل مبانيهم ويحصل عندي طي لهذه المقدمات واطوي الطريق كما طووه راح يصير عندي انا يصير عندي العلم، هذا يصير حجه. اما انه ابني على اجتهاداتهم لا هذا ليس بحجه. هذا صحيح ولكنه ما نحن فيه ليس كذلك، ليس من باب الاجتهادات والمباني وكذا، وانما هو إخبار عن أمر حدسي من الطريق الأول اللي أنتم قبلتوه وهو أنه كل أحد لو كان في محلة لحصل عند هذا الانتقال أنا شاهدت شجاعة شاهدت الأفعال من زيد فحصل عندي يقين بشجاعتي حدس بشجاعتي فأخبر عن الشجاعة هذا مقبول عرفان هذا الجواب الثاني ثم يعترض يعترض باعتراض مبني على الجواب الثاني ويجيب ثم يقول أنه هذا غير مهم باعتبار أنه أنا مبنى الجواب الأول وهو أنه يعطيك المقدمات الحسية وهي اتفاق جماعة وإنت يحصل عندك الحاجز ثم أورد على ذلك أورد على نفسه بأنه إذا كان الحدس صحيحان فصار اجتهاد المجتهد صار حجة على مجتهد آخر لأنه حدسي فيلزم من حجية الحدسيات حجية اجتهاد المجتهد بالنسبة إلى المجتهد الآخر أنت إذا تقبل الحدسيات راح تصل إلى هاي النتيجة يذكر هذا الإيراد ثم يعترف على هذا الإيراد بأنه حدسيات المجتهد ليست من الطريق الأول ليست من الشكل الأول اللي هو أنه كل احد ينتقل وانما هي من الشكل الثاني او الشكل الثالث اللي هي مبني على مقدمات وإحنا نقول بانه هذا هذه الحدسيات ليست بحجه ثم يقول ولكننا نقول بالجواب الاول وهو ماذا كان الجواب الاول وهو انه ينقل لك الماده الحسيه الخام وهي اتفاق جماعه وانت يحصل عندك الحدس فلا يرد الاشكال لانه اساسا لا يخبرك عن حدس هو ينقل لك الاتفاق انت يحصل عندك الحادث فلا ينقل لك الحادث أصلاً حتى نبحث ان هذا الحادث من اي طريق من هو ثم اورد على ذلك بانه يلزم من ذلك يلزم من القول بحجيه الحدسيات يلزم من ذلك الرجوع للمجتهد راح يصير كلام المجتهد حجه على المجتهد الاخر لانه حدسيات لانه وان لم يرجع الى الحس في نفس الاحكام هو ما شاهد الاحكام ولكنه حدسي الا انه رجع في لوازمها واثارها اليه هو يعطيك الحكم وهذا الحكم ما شاهده هو حدسي ولكنه نعلم انه عنده طريق فالافتاء فتوى المجتهد كاشفه عن الطريق لانه حدس له طريق فالاخبار عن الحكم اخبار عن طريقه فالاخبار عن الحكم اخبار عن الطريق وهذا اذا قبلت حجيته راح يصير الاخبار عن طريق فاذا صار عندك طريق راح يصير حجه والطريق ما هو طبعا ايه والروايه فالاخبار عن الحكم اخبار عن الطريق الذي هو حجه حجه راح يلزم هذا الذي يلزم وهذا لازم باطل وهي الادله السمعيه فاخباره عن الفتيا اخبار عن الادله السمعيه باللازم فيكون روايه لانه هو فتوى ولكنها ستكون بحكم الروايه، كيف؟ لانه الفتوى لابد ان تكون عن ادله سمعيه، الاخبار بالفتوى اخبار عن الادله السمعيه، وبالتالي فتوى المجتهد راح يصير روايه. مثل ما انتم تقولون الاجماع المنقول اخبار عن قول الامام فكذلك الفتوى راح يصير روايه، لانها اخبار عن الحكم الشرعي اخبار عن دليله، ودليله هو الروايه. فلم لا يقبل إذن إذا جاء به الثقة الثقة يخبرك بالفتوى وأنت تنتقل من الفتوى إلى دليلها ودليلها السنة والحال أنه لا نقول بحجية هكذا إخبارات ما نحن فيه أيضا منها القبر راح يكون منها الجنس منها السنخ إخبار عن اتفاق جماعة يلزم منه قول المعصوم وهو إخبار عن السنة إذا قبلتموه اقبلوا أنه الإخبار بالفتية إخبار عن السنة اللي هي دليل هذه الفتية هذا الاعتراض. أجاب عن هذا الاعتراض أولا بأنه الفتية ليست من الطريق الأول اللي هو الطريق الحدسي المقبول اللي هو كل أحد يحل محل هذا الشخص يصير عنده هذا اليقين الفتية ليست من هذا القبيل من النوع الثاني او النوع الثالث اللي لا نقل بحجيته. ثانيا احنا نرجع للجواب الاول، الجواب الاول ماذا كان؟ هو انه يقدم لك ناقل الاجماع يقدم لك الماده المحسوسه وهي اتفاق جماعه وانت الذي يحصل عندك الحادث واجاب بانه انما يكفي الرجوع الى الاثار اذا كانت الاثار مستلزمه عاده بحيث مثل الصمود في المعركه والشجاعه. مثل الإنفاق والكرم مثل الورع والعبادة والعدالة مثل العمل السيء والفسق بحيث الانتقال من هذا القبيل اللي هي مستلزمة عادة مثل سقوط الحيوان المسكين في في السائل البركاني نستجير بالله من غضب الله والموت من هالقبيل اذا من هالقبيل نعم والحال ان الاجتهادات ليست من هذا القبيل هذا خلط للاوراق إذا أفادت اليقين كما في آثار الملكات آثار مقالة الرئيس وهي مقالة رعيته إذا أجد الكل قد اتفقوا على شيء أقول نعم إذا رئيسهم هو الذي قال لهم بذلك وهذا بخلاف ما يستنهضه أو ما يستتبعه لا أشاهد الكلمة ما يستنهضه المجتهد من الدليل على العيوب ليس من هذا القبيل الانتقال من الفتيا إلى دليلها ليس من هذا القبيل كلما يفتي المجتهد أن يصير عندي يقين أنه قد أفتى عن حجة قطعية بحيث كل من كل من أو يعني حجة يعني قطعية الحجية حجيتها قطعية وإن كانت ظنية الدلالة كل من يحل محله يفتي بذلك ما عندي هكذا ان الفتئة من القبيل ثم قال: على ان التحقيق في الجواب عن السؤال الاول هو الوجه الاول عندما قيل في الاعتراض انه كيف نحن انما نريد في الاخبارات انما نريد الحس وليس الحدس هو اجاب بانه اجاب بجوابين، الجواب الاول انه هو يخبرك باتفاق جماعه. وهو امر حسي وجاوب بجواب ثاني انه يخبرك بقول المعصوم وصحيح وهو حدسي الا انه حدسي قريب من الحس وهو حجه قال هذا الاعتراض اعتراض الاجتهاد وكذا انما جاءنا من جهه الجواب الثاني بعد ان قلنا انه حدسي وهو قريب من الحس جاء الاجتهاد بينما اذا اكتفينا بالجواب الاول وهو انه المخبر عن الاجماع يخبرك عن الامر الحسي وهو اتفاق جماعة وهذا امر حسي اصلا ما عندنا حدس. اتفق الفقهاء هذا حسي او حدسي؟ هذا حسي. انت يحصل عندك الحدس، فهنا بعد الاشكال لا ياتي من الاساس لانه اغلقنا باب الحدس انما ورد علينا الاعتراض باجتهاد المجتهد واخبار المجتهد بالفتيا وانتقالنا من الاخبار بالفتية الى الاخبار عن الدليل من جهه انه قلنا نعم الاخبار عن قول المعصوم من خلال الاجماع اخبار عن قول المعصوم وهذه انتقاله حدسيه وكذا فدخل علينا الاعتراض بالحدسيات الاجتهاديه بينما اذا قلنا اصلا لا يوجد عندنا حدس في المقام عندنا اخبار حسي عن اتفاق جماعه. ثم قال: على ان التحقيق في الجواب عن السؤال الاول هو الوجه الاول اللي هو انه هنا اخبار حسي فلا اثر لهذا السؤال، انت اصلا هذا السؤال والاعتراض بالحدسيات الاجتهاديه اصلا ما يرد لانه قال قلتم بحجيه الحدس فاذا التزموا بحجيه الحدس الاجتهادي اللي هو يكون اخبار عن الروايه. عن الدليل بينما إذا أغلقنا هذا الباب اللي هو الجواب الثاني هذا أصلا لا معنى له وثانيا أن الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة معصوم أنه صحيح نقل الإجماع هذا الجواب الثاني نقل الإجماع نقل لمقالة المعصوم عن حدس ولكنه حدس حجة اعترض علينا إذا قبلت الحدسيات أنها حجة وأنه نقل الإجماع نقل لكلام المعصوم إذا اقبلوا الحدسيات في الفتاوى أنها حجة لأنها نقل للدليل وانتقلوا من الفتية إلى الدليل هذا الانتقال الحدسية هذا من من هذا الجواب جاءنا فاحنا اذا نلغي هذا الجواب الثاني نكتفي بالجواب الاول، الجواب الاول ماذا كان؟ انه ينقل لك الماده المحسوسه وهي اتفاق الجماعه أنت يحصل عندك الحدس من اتفاقهم لقول المعصوم، هو ينقل لك مواقف زيد في المعارك، أنت تنتقل إلى الشجاعة، هنا بعد ما عندنا حدس، الحدس عندك أنت وهذا الحدس عندك حجة عند كل أحد يحصل عندك. فلا أثر لهذا السؤال انتهى، ينتهي من كلام المرحوم السيد الأعرجي الكاظمي ويعود إلى المناقشة أنه الاتفاق هو اتفاق الجميع حتى يحصل عندي هكذا حدث أو اتفاق جماعة وإذا كان اتفاق جماعة فأساسا كل أحد ينقل له اتفاق جماعة يحصل عند هذا الانتقال أو ما يحصل عند هذا الانتقال هذا ما سيأتي إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق في الدروس اللاحقة والحمد لله رب العالمين Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Ya yeah.